الإسهال مرض جرثومي يصيب الإنسان بكافة الأعمار، إلا أنه يسبب خطر حقيقي على الأطفال منذ لحظة الولادة إلى عمر 5 سنوات. من أسباب الإصابة بهذه الجرثومة تغذية الطفل بطعام ملوث أو شرب مياه غير نظيفة. لكن في حالة استحالة إرضاع الأم لطفلها من صدرها كونها موظفة أو لأي سبب آخر، يمكن الاستعانة بالرضاعة الصناعي والتركيز على تنظيف أنبوبة الإرضاع وتعقيمها بشكل جيد بعد كل عملية إرضاع. ولتلافي الجفاف يجب تعويض جسم الطفل بالكثير من السوائل والاستمرار بالرضاعة الطبيعية. الإسهال يعني خروج بطن الطفل أكثر من المعتاد ويكون قوام البراز سائل، واستمراره يعني فقدان السوائل وبالتالي خسارة بالوزن ثم الجفاف والموت في حالة عدم معالجته بسرعة لا سمح الله. للوقاية من هذه الجرثومة وحماية الأطفال من خطر الإسهال يجب الحرص على نظافة الطفل، نظافة البيئة المحيطة بالطفل، طعام صحي ونظيف، والمواظبة على غسل اليدين بعد أي نشاط تقوم به خصوصا قبل وبعد الأكل وبعد الخروج من الحمام. تذكروا أولا أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل لطفلك، ثانيا أن اللقاح الخاص سيجنب طفلك الإسهال، ثالثا في حالة إصابة أطفالكم بالإسهال سارعوا لنقلهم إلى المستوصف الصحي من أجل العلاج أو من الممكن علاجهم في البيت حسب الطرق الطبية والعلمية الصحيحة. إن الإسهال قد يسبب الموت لأطفالكم، سارعوا بزيارة المراكز الصحية الأولية. صحتك غايتنا.